السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل ما اجيب موتوسيكل يتسرق فقررت اشتري حمار. تعال يا باشا، عند المانوال وعند الاوتوماتيك. ايه الفرق؟ الفرق الفرق كبير. دي يا معلم. لا لا لا، قصدي الفرق في السعر الاول. السعر اولا دي ب 2000 جنيه ودي ب 5000 جنيه. يا لهوي، فرق 3000 جنيه. ايوه، ما هو الاوتوماتيك انت ما تعرفش الاوتوماتيك ولا ايه؟ زي العربيه المانوال وعربيه الاوتوماتيك. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ده؟ دي لو قلت له اوش يقف، قلت له حق يمشي، زعلت ولا كده يروح على البيت طاير. عكس دي بالظبط، لو قلت له اش ممكن يرفصك، يخبطك، يعورك، ممكن يجري منك ما تلاقوش تاني. عكس بعض يا باشا. يعني طب انا دلوقتي انا راجل ما عنديش غيط وكده، يعني هستخدمه في البيت، اروح اجيب طلبات البيت، اروح اجيب التومين، اروح اعمل اي حاجه، هل يعني الاوتوماتيك ينفع؟ لا، اللي ينفعك الاوتوماتيك مالكش دعوه، ده بتاع الغيطان والحش للبهايم والكلام ده، انت خدها يا باشا للناس اللي زيك النظيفه كده يا باشا. انا بتعامل مع ناس دماغي زي الحلو. يعني شايف العصفوره؟ يا حيوان.